أشارت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال لقاء الهيئة السنوية الرمضاني الذي عقد بالقرب من متحف موقع قلعة البحرين في خيمة نخول. أشارت إلى أن مهرجان صيف البحرين يعمل سنويا على إيجاد وجهة مميزة للترفيه والمتعة والفائدة لكل أفراد العائلة عبر تقديم نشاط متنوع يأتي من مختلف أنحاء العالم. واستعرض اللقاء مجموعة الأنشطة التي يقدمها مهرجان صيف البحرين الذي ينطلق في 7 يونيو 2017، ويأتي المهرجان هذا العام بالتزامن مع احتفاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بالخصائص والمقومات الفريدة التي تميز تاريخ وثقافة وتراث المملكة الممتد عبر آلاف السنين بشعار آثارنا انحكت. وكما عود المهرجان جمهوره في كل سنة في أن خيمة نخول تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل للأطفال التي تتناسب مع فئات عمرية مختلفة. أما على صعيد الموسيقى فإن مهرجان صيف البحرين يستدرج إلى الصالة الثقافية الحفلات العربية والعالمية المتنوعة. أما على صعيد العروض المسرحية يقدم مهرجان صيف البحرين على خشبة الصالة الثقافية عروضا خاصة للأطفال. الثقافة السنوي مع كل العاملين بشأن الثقافي فريق رائع يقدم الأجمل لصيف البحرين هذا العام، برامج متنوعة. دائما نختار كل عام عنوانا لعامنا، آثارنا انحكت هو عنوان هذا العام، لذلك ستكون فعاليات صيف البحرين في الخيمة التي استضافت مهرجان التراث، وبعد أيام في أيام العيد في 7/7 تبدأ أنشطة صيف البحرين. واليوم هذا التجمع الجميل نراه مع كل الفريق العامل ومع الداعمين لصيف البحرين، مع الداعمين للأنشطة الثقافية، رهاننا لمستقبل أجمل على الثقافة. طبعا احتفالية صيف البحرين متميزة دائما ومتجددة دائما، السنة في موقع تراث عالمي، احنا في قلعة البحرين في الخيام اللي شيدت للاحتفال بمهرجان التراث. بقت معانا الاحتفال صيف البحرين وخيمة نخول، فعاليات متنوعة ومتجددة تستقطب فئات عمرية مختلفة، العوائل والأطفال، غنى وفنون وموسيقى وكتب. فإن شاء الله يكون صيف موفق ويكون للجمهور نصيب كبير في الحضور وفي الاستمتاع بالفعاليات الموجودة معنا. نسلط الضوء على الآثار، على التقاليد، على الإرث الثقافي والحضاري للبحرين، على حضارة دلمون وتايلوس والحضارة الإسلامية، على كل غنى التراث من حتى النخلة. عندنا دائما نخول منذ 9 سنوات، نخول ونخولة في مهرجان صيف البحرين، تستمر وتأتي إلى هذه الخيمة حيث نستقبل كل يوم الأطفال طيلة الشهر. بالإضافة لخيمة نخول، هناك في الصالة الثقافية احتفالات وعروض جميلة جدا تقام بالتعاون مع عدد من السفرات. هناك 8 سفرات مشاركة معنا أجنبية وعربية لهذا العام في مهرجان صيف البحرين.